ما شاء الله تبارك الله عليكم، بتضحكوا علي ايه؟ ضحكوني معاكم، خلوني اضحك. تعرفوا بنت صاحبتي اصغر منكم اشتغلت ولقيت شغل، وانتوا جالسين هنا بس قاعدين تضحكوا وما منكم فايده. حتى يوم ما رحتوا الطيران لا نجحتوا ولا حاجه ولا اخذتوا ولا قرش، جالسين بس تاكلوا في البيت وبس وتضحكوا. اقول انا ما احتاج بنات زيكم، يلا يلا قوموا اطلعوا من هذا البيت، ما ابغى اشوف وجهكم، قوموا دبروا لكم على شغل انتوا الاثنين. شغل ايه بس يا خاله، ونحن ما شاء الله تبارك الله هنا عايشين وكل شيء بيجينا مصاريف واكل وكل حاجه عندنا، ليش نروح نشتغل برا؟ خلاص دام انه في اكل وفي كل حاجه ليش نشتغل؟ خلينا نجلس في البيت، انا صراحه مو بشتغل ولا مكاني، كفيني اللي شفته في المطار. اقسم بالله تطلعوا من هذا البيت 5 دقايق مو ما ابغى اشوفكم، ولا اجيب الحارس يجي يطلعكم، فاهمين انتوا الاثنين؟ يلا بسرعه تحركوا اطلعوا من هذا البيت دحين، ما ابغى اشوفكم بعد كده، اعوذ بالله، اكله ومرعى وقله صنعاء. باربي كان ما فتحتي فمك يا باربي، كان سكتي خلاص وخلتنا، دحين احنا ايش استفدنا؟ ما استفدنا ولا شيء، طردونا من البيت، فين راح نروح؟ راح نتشرد في الشارع؟ انا ماني طالعه ولا اي مكان، انا راح اجلس هنا، فين يعني راح اروح وكيف اعيش؟ طب هي اصرت قالت لازم نطلع من البيت، لازم نطلع يا باربي، خلاص قومي خلينا نشوف نحن كمان حياتنا. الظاهر هدول ما يفهموا، يلا يلا طلعهم برا، ما ابغاهم، طلعهم من هذا البيت بسرعه، شو ما ابغى اشوف وجهكم ثاني الا اذا صارت عندكم وظيفه وراتب كويس، غير كده لا ترجعوا لي البيت، فاهمين انتوا الاثنين؟ يلا يلا يا بنات، يلا يلا يا بنات، ممكن قدامي، يلا يلا اطلعوا برا. يا زيزو انا جيعانه، كم صار لنا نحن هنا جالسين؟ انا جعت مره ابغى اكل، ايش نسوي يا زيزو؟ انا مره جيعانه الصراحه، ابغى اكل وابغى ما ابغى اي حاجه، ابغى حاجه كذا فخمه ولذيذه. اقول انت صرتي فقيره وكمان لسه قاعده تشترطي، اذا لقينا اكل نقول الحمد لله. بس عندي فكره لك يا باربي، تعالي نروح هنا محل المطعم ونشوف الأكل حق الناس الباقي وناكله. يا يا زيزو يا يا يا، إيش الأفكار هذه الغريبة؟ تخيلي بس ناكل هذا الأكل حق الناس البقايا، استغفر الله العظيم، ما أبغى ما أبغى ما أبغى، تبي تروحي تاكلي أنتي روحي كلي بالعافية، أنا ما أبغى بقعد بجوعي. أوكي طيب مع السلامة، أنا رايحة بروح أدبر نفسي وآكل. الحمد لله أنا كده سبعت، خلاص خليني أقوم أروح البيت بسرعة، لا تأخر، الحمد لله سبعت أنا. الحمد لله عليك، كان مرة لذيذ. والله فرصتي، ما في أحد في المطعم، بسرعة خليني أخذ الأكل هذا وأمشي. لكن باربي هذه بكيفها، أنا رح أكل وما دخلني بيها، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، يلا يلا بسرعة خليني أهرب من المطعم لا يشوفوني. الحمد من جدك يا زيزو سويتيها ورحتي أكلتي بقايا الناس؟ لا تقولي، لا ما صدق، بقطع علاقتي معك إذا سويتي هذا الشيء. أيوة يا باربي رحت أنا أكلت والله وشبعت، وعلى طول لقيت ما شاء الله بنت صغيرة تركت أكلة وأنا أكلت وشبعت، خليكي أنت جالسة جيعانة كيفك. زيزو أنا استسلمت خلاص، خلينا نروح هذاك المكان وناكل، أنا مرة جعت والله، خلاص قومي قومي خلينا نروح المكان اللي هناك وناكل، أنا جعت مرة، خلاص صار الليل. باربي يلا يا باربي بسرعة، شوفي هناك في على الطاولة كمان عصير وسندوتش، روح كلي روح بسرعة. اوكي بس انا خايفة يا زيزو، خايفة لا احد يشوفني. يو خليني اخذ هذا، يا سلام خليني ابدأ اكل، بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحتي انت ايش قاعدة تسوي هنا؟ قاعدة تاكل البقايا حقت الناس؟ قومي يلا اطلعي من المطعم بسرعة، يلا اصلا احنا سكرنا، قومي يلا اطلعي بسرعة من هنا اشوف. انا اسفة يا اخت، بس امي طردتني من البيت وما عندي مكان، وانا جيعانه مره وابغى اكل، فجيت هنا، وهذه هي اللي قالت لي تعالي كلي من هذا المكان، هي كمان كانت اكلت قبل شويه وراحت، والحين قالت لي تعالي انت كمان كلي من هنا، انا مره جيعانه يا اختي، ممكن تخليني اكل؟ ممكن نحصل وظيفه عندكم هنا؟ نبغى نشتغل اي شغله عادي، حتى ولو ننظف لكم ونغسل النحاس عادي، ما في اي مشكله، اي شغله اعطونا. لا يا اختي ما في، اذا في راح نكلمكم، حطوا رقمكم هنا وخلاص، اذا لقينا راح نتصل عليكم، يلا راح نسكر. لو سمحتي احصل وظيفه عندكم هنا عادي، اي شغله انا راح اشتغلها ما عندي مشكله، فاذا اي في اذا في اي وظيفه ممكن تقولي لي، انا حابه اني اشتغل لانه ما عندي مكان حتى انام فيه. لا والله يا اختي ما في، بس لكن اذا حابه اني اساعدك اساعدك. ملابس مستعملة للبيع، ملابس مستعملة للبيع، ملابس مستعملة للبيع. زيزو زيزو قومي بسرعة، زيزو
يا زيزو قومي بسرعة، جاتني فكرة بسرعة حلوة، يلا يا زيزو قومي. ها إيش هي فكرتك هذه؟ بسرعة قولي بسرعة يا زيزو تعالي، هذيك عندها ملابس مستعملة للبيع، ممكن إننا نبيع ملابسنا وتصير عندنا فلوس. صح باربي، والله فكرة حلوة، يلا يلا بينا خلينا نروح نبيعها عشان نرجع حق الفطور على الأقل، يلا بسرعة. يا أخت أنا سمعتك تقولي ملابس للبيع. أيوة ملابس مستعملة للبيع، تبغي تشتري؟ أيوة أنا ببيع ملابسي، الملابس اللي هذه أنا لابستها ببيع لك هي. الله باين جودتها تجنن. أوكي طيب موافقة موافقة، الحين أنا أعطيكم ملابس غيرها وتعطوني هي. بس بكم راح تبيع اللبس هذا؟ طب باخذ منكم هذول اللبسين ب100 دولار. لا قليل، ما احنا تعرف كم اشتريناه، هذا اللبس مرة غالي. كم تبغوني يعني اخذ؟ انا بكم راح ابيعه؟ ما حد راح يشتري مني بهذا السعر، الاثنين ب100 دولار، اذا تبغوا هيا، اذا ما تبغوا مع السلامة. خلاص موافقين موافقين. اوه يا باربي لقينا حق اليوم، وكيف الايام الجاية راح نسوي؟ ما ادري يا زيزو، بس لا تستبق الاحداث، ان شاء الله ربي يسخر لنا. لا تستبق الاحداث انتي، اجزي اجزي، ان شاء الله ربي يسخر لنا، زي ما ربي سخر لنا هذه الحرمة دحين راح يسخر لنا ناس تانية. ونحن ايش عندنا تاني يا باربي؟ ما عندنا ولا شيء. اوه خلاص اجلسي، انا الحين جا وقت نومي، خليني انا انام شوية وانت انتبهي علي. خذوا يا بناتي بناتي بناتي، خذوا اشربوا هذا العصير، مساكين والله صار لهم اسبوع على هذا الحال. تفضلوا يا بناتي خذوا العصير اشربوه، يلا اشربوا يا بناتي. شكرا لك يا عم، شكرا، الله يعطيك العافية، شكرا. العفو يا بناتي، انا اذا قدرت اجيب لكم شيء اليوم جبت لكم، اذا ما قدرت سامحوني. شكرا يا عم شكرا. يا زيزو ليش ما نروح المطار؟ ما تبي نلقى لنا وظيفة، لأنه المطار كبير وفيه وظائف كثيرة. يلا قومي خلينا نروح المطار ونجرب حظنا، يمكن هناك نحصل لنا على وظيفة حلوة. يا باربي بأشكالنا هذه، أقول إذا شافونا هناك حيطردونا على طول، خلينا نروح ونجرب. الله يا حبيبي شوف هذولك البنتين كيف جميلات ما شاء الله تبارك الله، بس شوفوا أشكالهم كده ليه مبهدلين كده؟ والله شكلهم شحاتات ولا مدري عنهم، ما ادري ايش بهم. لا تقولي اللي في بالي. والله جا اللي في بالي، والله ابغاهم، اذا هم ما عندهم مكان انا ابغاهم، خلاص بروح اسالهم. اقول اهجري بلا تساليهم بلا بتساليهم، خليهم في حالهم. ما ادري بس شوف اشكالهم مره حلو، شكلهم توأم كمان، وشوف كيف يعني باين انه ما أدري يمكن ما عندهم فلوس أو شيء، أو ما عندهم مكان يناموا فيه، خلينا نسألهم ونساعدهم. هاي يا حلوات كيفكم؟ إيش أنتوا بتسووا هنا؟ قولوا لي هل أقدر إني أساعدكم؟ نحن قصتنا حزينة مرة، أمنا طردتنا من البيت عشان ما عندنا شغل ولا شيء، بس جالسين في البيت، إحنا عندنا بيت وعندنا كل شيء، بس لكن أمي تبغانا نشتغل. في أم ممكن تسوي كذا في بناتها وبنات حلوات زي كذا؟ خلاص تعالوا عيشوا عندي. من جد نجي نعيش عندك؟ أنت عندك بيت كبير؟ أيوة أنا بيتي كبير مرة، تعالوا اسكنوا معايا. واو زيزو اسمعي، قالت نروح نسكن معاها. من جد نروح نسكن معاك أنا وهذه؟ أيوة تعالوا أنتوا الاثنين اسكنوا معايا، تعالوا أول شي خلوني أغير لكم ملابسكم وأغير من أشكالكم هذه وأسوي لكم شعر. اوكي يلا طيب يلا تعالوا اختاروا الملابس اللي انت تبوها. ها خلاص انت اشتري لنا على ذوقك. لا عادي اختاروا اللي انت تبوه. انا راح اختار الصراحة، ابغى هذا. ايش رايك خلاص تعالي زيزو نطقم انا وياكي. اوكي طيب باربي باربي خلاص عيب ما يصير كده، يلا خدوا الملابس اللي تبوها عشان يلا بغير لكم شكلكم دحين. ها خذوا الملابس اللي تبغوها عشان بغير لكم اشكالكم هذه دحين، بنظفكم وبخليهم يسووا لكم شعركم هذا. طيب حاضر شكرا لك مرة، والله مرة خليت اشكالنا حلوة، اخيرا رجعنا لطبيعتنا، والله مو مصدقين هذيك الاشكال اللي كنا نحن فيها. وهذه الغرفة حقتكم طبعا، بكرة ان شاء الله راح ننزل السوق ونشتري اغراض، نجيب ملابس جديدة ونجيب حاجات لكم جديدة. يلا مرة شكرا لك، انا مرة مبسوطة، بيتك مرة رهيب وجنن وكبير، اكبر من بيتنا هذاك الصغير. مرة شكرا لكم والله، يعني نحن راح نعيش معاكم
ايوه، واعتبروني انا زي ابوكم، راح تعيشوا معاه وانتوا راح تصوروا بناتنا. يا سلام، اخيرا اخيرا الحياة اللي كنت احلم بيها. اي والله اخيرا الحياة اللي نحلم بيها. شكرا لكم، شكرا. وبس والله هذا هو مقطعنا لليوم. طبعا قررنا انا وزيزو اليوم نكون فقراء، وصرنا فقراء، وامنا طردتنا وكنا من غير بيت، وصرنا بيت كبير وفخم، وتبنونا عائلة ما شاء الله تبارك الله مرة طيبة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، واذا كنتوا حابين فيديوهات زي كده اكتبوا لنا في التعليقات، واعطونا كمان افكار من عندكم حلوة عشان نعملها انا وزيزو. شكرا لكم يا أصدقاء على تفاعلكم على جميع الفيديوهات، ومرة مرة مرة أنا أحبكم وأنا مرة مبسوطة. فزي ما قالت لكم باربي، لا تنسوا اللايك واشتراك في القناة، ادعمونا طبعا، وإذا تحابين نعمل لكم حاجة كمان اكتبوا لنا.